ناس كتير ومي قليلة وصهاريج قليلة. تم نركض ورا الصهاريج كل نهار لحتى يجي يعبينا. ما نعرف شو عم تجينا نظيفي ما نظيفي، المهم بدنا مي، ومتأمين المي ما بالأمر السهل. الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السكان في ظل الكثافة السكاني في هذه المنطقة مما يجعلهم يقبلون بتأمين أي مورد ماء دون معرفة مستوى نظافته، ويعتمدون على الصهاريج في نقل المياه. وين مروا على دكتور صغير مع بحص بالكلاوي وبالمرارة، والله وكيلك المية هاي العم يجيبون إياها بها رمو ما يشربها غصبا، أنا ما عندي أجيب. الصهريج بده 100 ليرة تركي، منين بده يجيب الإنسان 100 ليرة تركي؟ الإنسان إذا ما خسر كل نهارين ثلاثة جسمه يعني كمان بصير جوات جسمه أمراض. تعتبر مشاريع تأمين المياه الصالحة للشرب من أهم المشاريع التي تؤمن الاستدامة الدائمة في قطاع المياه والإصلاح البيئي، لذلك عملنا من خلال مشروع الاستجابة الطارئة للنازحين في مخيمات إدلب على دراسة وتنفيذ مشروع نظام مائي متكامل مزود بأحدث التجهيزات والتقنيات المائية. هذا المشروع عبارة عن منظومة طاقة شمسية باستطاعة 108 كيلو واط، ومجموعة ضخ ذات تدفق 35 متر مكعب بالساعة، تضخ المياه إلى خزان عالي ذو سعة 140 متر مكعب، ليتم تغذية المستفيدين بالمياه النقي الصالحة للشرب عبر شبكات مياه. هو مشروع طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة تقلل من انبعاثات CO2. هسه بعد ما توفرت المي وصارت المي تنضخ عنا يومي، يعني تغير الوضع كثير كثير، والناس استفادت وارتاحت، والله وروينا المي الحمد لله، وما روينا المي الا على دور الشبكات ذي، حتى صارت تنضخ يعني امنه ونظيفه، دعت تجينا مي ملوثه المي. الحمد لله كلنا مبسوطه على المي، يعني بلا المي الواحد ما بيستغنى ولا نهار، بضل بلا مي ساعه ما بضل.